لقد تعرفت على الكثير من الأشخاص خلال دخولي مجال التجارة الإلكترونية، قسم منهم من بلادي وقسم آخر من خارج بلادي من خلال مؤتمرات أو رحلات كنت بها. وفي الثلاث سنين الأخيرة بدأت تعليم مجال التجارة الإلكترونية في بلادي، ولاحظت تفكير الأشخاص بالأشياء التي يريدونها ويتمنونها، وأنهم غير قادرين على تحصيل ما يريدون ويشعرون باليأس من أي شيء يتمنون فعله، لأنهم يظنون أنهم ليسوا أذكياء بما فيه الكفاية أو بارعين فيما فيه الكفاية. وأريد أن أقول لهذه الأشخاص التي تدور بذهنها هذه الأفكار أو المفاهيم، إذا كنت تريد بدء العمل بما تتمناه، أي عمل كان، حتى إذا كنت تريد أن تكون تاجر ماهر على موقع إيباي أو موقع أمازون أو شوبيفاي، يمكنكم تحقيق ذلك، لأن جميع هذه المهارات يمكن تعلمها. توقف من التذمر والشعور باليأس وابدأ مشاهدة فيديوهات باليوتيوب، ابدأ بقراءة كتب، ابدأ بتجربة المجال لوحدك، لا تخف من الفشل، لا تخف من المحاولة. يوجد الكثير من الأشخاص يمكنكم التعلم منهم من خلال الاشتراك بمحاضرات أو مؤتمرات سنوية، الاشتراك بكورسات أو دورات تدريبية، الاشتراك بعدة مجموعات في الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي. يوجد عدد لا نهائي من الطرق يمكنكم التعلم ما تتمنون. هل تريد البيع على موقع إيباي؟ سجل بالموقع وابدأ بنفسك، حاول وجرب. هل تريد فتح قناة يوتيوب بنفسك؟ ابدأ الآن وحاول. أنا شخصيا جديد في قناة اليوتيوب، لسنين طويلة أمنيتي أن أعلن فيديوهات في اليوتيوب ومشاركة مهنتي ومعلوماتي مع الآخرين، وكان لي مخاوف مثلكم ومثل أي شخص آخر. كنت أتساءل إذا المشاهدين سيحبوا المحتوى الذي سأقدمه أو لا، ربما سيضحكوا على طريقة كلامي أو على هيئتي. لكل شخص يوجد بداخله مخاوف وعدو يمنعه من تحقيق أمنياته، ويخلق عدة أعذار مثل لا يوجد المال الكافي لبدء مشروعي أو القدرة الكافية وأخرى أعذار وأعذار. الحكمة أن تتغلب على هذه المخاوف وبدء مشروعك مهما كلف الأمر، لأنه بمجرد البدء ستكتسب الثقة والقوة لتكملة مشروعكم حتى النهاية والمثابرة حتى النجاح به. لا يوجد مجال مستحيل الوصول إليه أو النجاح به في هذه الحياة، إذا لا تبقى كما أنت في مكانك، انهض واخرج من منطقتك الآمنة التي أنت بها طوال الوقت، وابدأ العمل بما تحب وما تتمناه. كما تقول المقولة، صوب للقمر وإذا أخطأت ستصيب النجم. أتمنى أنني نجحت في تحفيزكم لاتخاذ القرار الصحيح لحياة أكثر صحية ورفاهية. وإذا يوجد أي شيء يمكنني مساعدتكم به بالمجال الذي أنا أختص به وهو مجال التجارة الإلكترونية، اكتبوا لي بالتعليقات وسأحاول جاهدا مساعدتكم. ولا تنسوا أن تضغطوا سبسكرايب والاشتراك بقناتنا. أتمنى لكم النجاح وأن تصلوا إلى طموحاتكم.